وأهلا بكم مع نجمة شاشة السينما العربية ماجدة. أنا إنسان بريء مسكين. وإحنا بنلتقي بيكي يمكن السؤال اللي يطرح نفسه إن نقول إنه ماجدة يعني بتوحشنا كتير في السينما وما بقيناش نشوفها في أفلام كتير، هل ده وقفة الفنان الكبير مع نفسه لحد ما يلاقي عمل جيد؟ الحقيقة أنا أتكلم الحاجات، نبتدي بالسينما الأول. والسينما لها ظروف زي ما أنتوا شايفين، إن دور العرض بسيط جدا أو قليل قوي، والأفلام بقت كتيرة قوي. وأنا يمكن السنة دي اشتغلت عن أي سنة، أنا طول عمري مقلة في أفلامي. يعني بمعدل إيه؟ بمعدل بعمل فيلم في السنة. فيلم في السنة. إذا لقيت موضوعين. لو رجعنا مثلاً 10 12 15 سنة لورا، يلاقي إن ماجدة كانت بتعمل 3 أفلام في السنة. طبعاً كنت. في الأول. وأنا جديدة طبعاً كنت بعمل 3 و4 أفلام. الفنان كل ما أقدامه تبقى ثابتة أكتر. أو ثابتة، وكل ما يقدر يقدم عمل كبير جيد كل ما يبقى مقل في شغله، فمش ممكن تلاقي موضوعين كبار عشان تدور عليهم وتبتدي تشوف الكتاب والكتب القيمة وبتاع، ده بياخد جهد ووقت طويل عشان تلاقي فيلم أو قصة حلوة، ده برضو بيستلزم وقت. الفنانة ماجدة بعد ما أصبح لها مكانتها المرموقة في السينما بدأت يعني تحس بمسؤولية أكتر، يعني بدأت هي اللي تشوف لنفسها الفيلم اللي يناسبها، مش تسيب السينمائيين يشوفوا الفيلم اللي يناسبها. مش ممكن الثقل للجمهور الدهالي والمكانة اللي بقيت فيها والوضع والمسؤولية اللي بقيت قدامي وقدام اسمي، مش ممكن أقدر أتهاون أني أقدم للجمهور أي موضوع أو أي فيلم. بقت مسؤولية عليا كبيرة جدا. يعني قد يقبل الجمهور من ماجدة وهي في بداية حياتها الفنية بعض الهفوات. طبعا. إنما وهي كبيرة ما يقبلها. ده تملي كل جديد بيسامحوا أخطائه، إنما طالما الفنان كبر في مكانته وفي شغله وفي بقاله تاريخ فبيحاسب قوي عليه وعلى خطواته، وده بيخليني دايما عشان أقدم كل ما أقدم فيلم أولا لازم يكون موضوع جديد وبيكون اجتماعي أو بيعالج مشكلة، بيقول رأي، بيكون له وزن أدبي وبيكون له قيمة فنية، فده كله بيتطلب وقت وجهد وصبر. كانت الساعة 12 نص الليل، كان الشارع فاضي ما فيهوش حد إلا أنا. أنا إنسان بريء مسكين. كنا بندور على مكان أمين نلجأ إليه. مشيت كتير لحد ما تعبت، وأخيرا فكرت إن أدي الطفل البريء ده لأي إنسان عشان يربي. دورت كتير على ناس ولاد حلال، لكن للأسف من إيدش قلب رحيم يعطف علي إلا الأرض. ما هنش علي أسيب وامشي عشان أشوف مصيره هيكون إيه. نقول إن بقى في مرحلة جديدة في السينما، نقول في مرحلة الإعداد للفيلم، في مرحلة تصوير الفيلم، في مرحلة تحضيره للعرض، وبعدين في مرحلة العلب. دلوقتي أنا سبق إن قلت كده، حتى قلت في التلفزيون أصبحنا أو أصبحت أنا زي معلبات قهى بأصدر للخارج ولسه ما اتفتحتش. العلب يعني. العلب ما اتفتحتش زي ما هي، وده الحقيقة ده برضو مضايقني يعني. جنس ناعم ملوش تاريخ وملوش سينما، وطبعا المؤسسة هتعمل ايه؟ مش قادرة لان في افلام كتيرة، وانا كنت بقول وجهة نظري ان في افلام لها قيمتها وافلام لها وزنها، افلام لكبار الكتاب وكبار الفنانين والممثلين، دول الافلام دي لسه ما اتعرضتش، وبدليل ان في افلام عاديه جدا وافلام اقل من العاديه كمان معروضه في دور العرض،
والافلام الكوميدي التهريج البتاع. انا ما يمكن انها تكون جاهزه ومعده قبل افلامكم ما تنتهي مثلا. طبعا الافلام الكوميدي او الافلام طبعا الكوميدي في الكوميدي الموضوعي اللي له قيمته، انما في الكوميدي العادي او الخفيف الفرس اللي ملوش اي وزن غير انه يضحك وبس، وبعد كده تطلع من الفيلم نسيه. إذن يعني في دور عرض معينة تلاقيها بتنقي الأفلام الصغيرة عشان تعرضها بس، وبتخاف من الأفلام الكبيرة، بتقول إن الأفلام الكبيرة بتقعد مدة طويلة وبالتالي التوريخ بتتلخبط عندها. أنا بقول إن الفنانة ماجدة كانت دايما رائدة في اقتحام ميادين مختلفة في السينما. النهاردة أنت ما فكرتيش إنك شايف إنه مشاكل دور العرض، ما فكرتيش إنك أنت تتبني مشروع إنشاء دور عرض؟ أنا كتجميع للسينمائيين، تجميع للفنانين. أنا الحقيقة أنا لوحدي مش ممكن، ده عاوز رأس مال كبير وعاوز إمكانيات ضخمة. في بعض السينمائيين زي الأستاذ عادل مولد أخذ سينما، عنده إمكانيات وقدر يستلف من البنوك وقدر يلاقي ناس تشاركه، انما انا ما يمكن معروف انك انت برضو شاطره في الحته أبدا. دي ويمكن انا اشوف المعروف حاجه والحقيقه حاجه تانية. انا مش شاطره في النواحي الماديه ابدا او النواحي الماليه خالص، بدليل اني انا لما بعوز اعمل فيلم بستدين من البنك وبروح اخد سلفيه من البنك، والبنك بيبقى له فوائد والفوائد بتبقى مركبه، وعشان اخد سلفة من البنك بياخد وقت طويل وبياخد يعني مجهود وتعب. عن الـ عن الـ عن الـ التفرغ للفيلم يعني للجانب الفني في الفيلم، ده بيعطلني عن التفرغ لكسرة افلامي. يعني انا قدرت بس السنه دي اعمل فيلمين. هو احنا في سجن ولا ايه؟ ايوه في سجن، واللي عاجبها على العيشه هنا اهلا وسهلا، واللي مش عاجبها الباب اهو ينفذ عبور الصلاه. انت ما تبعبعش معايا وتلم، واعرف انك بتكلم مرات ابوك، يعني مقامي من مقام امك. امي الله يرحمك يا امي، ده انا قلت لها قبل ما تموت نفسك في ايه يا امي؟ قالت لي نفسي ابص من الشباك، قلت لها نو، وبرضه ما بصيتش من الشباك. انا راجل جد، انا راجل حمش. وعلى ايه ده كله يا سي حنفي؟ علشان الرايح والجاي ما يتفرقش عليكم. اسمع انت وهي من هنا ورايح، رغي في الشبابيك ممنوع، خروج من باب البيت ممنوع، المعزق اللي على جدتك ده ممنوع، التكنيكالر اللي في خلقتك ده ممنوع، كل حاجه ممنوع ممنوع. انا ما اقدرش على العيشه دي، مش كفايه خلصتني من المدرسه؟ يا نهار اسود، انت كنت عاوزة تقعدي في المدرسة بعد ما تاخدي الابتدائية؟ ده انا نفسي اللي اسمي نفسي مرضيتش اخدها. ده قصر ديل، انا ما كنتش بتعلم عشان تيجي حضرتك تحبسني هنا. يعني كان في قاعدة انه ان نجوم السينما دايما بيحجموا عن ميدان التلفزيون على اعتبار انه السينما ميدان اكبر من التلفزيون، اكبر وطبعا واوسع. نقول انه ماجدة لما اتجهت للتلفزيون يعني بتقول انه لازم ابقى مع الناس. لا، هو التلفزيون ما فيش شك انه ده في كل بيت وانه ده مهم جدا، بس مش للستارز. يعني انا بكلم عن نفسي، ممكن كل سنتين اعمل حلقات مره واحده، انا مش كل سنه، لان انا عندي افلام بتعرض في التلفزيون وعندي افلام مستمره، فما يبقاش الافلام وحلقات. ولو اني انا مقله جدا في شغلي، انما برضو بكون دايما مقلة ومجيدة. يعني ده المعروف عنك حقيقة يعني، وده بياخد وقت طبعا. طبعا طب نقول انه ماجدة لما مثلت في التلفزيون لقيت فرق بين حياة التلفزيون وحياة السينما؟ يعني لقيت في الميدان مختلف ولا واحد؟ لا، الحقيقة الحلقات التلفزيونية كانت بتتنفذ على طريقة السينما، ما كانش الطريقة التلفزيونية. لا، وده يعني طبعا ما حسيتيش بالفرق من هنا؟ ما حسيتش بالفرق. يبقى هو سينما واحد يعني؟ لا واحد خالص، لأن نفس الطريقة ونفس السيستم، نفس التنفيذ، نفس الوقت. نفس الوقت. نفس الوقت الطويل يعني. طبعا ما كانش في فرق، لأن في ناس بينفذوا طريقة التلفزيون اللي هو الفيديو، وفيه لما يكون معاك ستارز وفنانين كبار بتفضل انك تعمله على طريقة السينما. يعني أحسن. معروف انه ماجدة لما تبقى في فيلم تبقى متحملة مسؤوليته الفنية في اصغر الصغائر فيه، يعني على اعتبار ان الفيلم ده بيشكل في مجموعه تيم
أيوة. ما كانش بيسلم لبعض جيد جدا كده. فلما عملتي حلقات تلفزيونيه برضه كنت حاسه بمسؤوليتك وكنت ولا كنت في حدود دورك؟ لا الحقيقه الموضوع اتعرض عليا طبعا وناقشت الموضوع ككل ودوري كجزء فيه. وانا كتجربه جديده وكتجربه اولى بالنسبه لي. طبعا انا مش مسؤوله المسؤوليه الاولى والاخيره، المسؤوليه للتلفزيون وللمخرج وللكاتب. انا كنت مش المسؤوله زي مسؤوليتي في السينما اللي هي مستمره، كان مسؤوليتي اقل بكتير عن مسؤوليتي لما بكون منتجة ومسؤولة من الألف للياء. يعني هو مش المقصود مسؤولية الإنتاج، مسؤولية العمل ككل، إنك أنت حاسة إنك هتطلعي في هذا العمل فيهمك في النهاية إنه يطلع العمل، ما تبقيش أنت اللي أجدتي بس والجانب الآخر ما أجدش. لا طبعا أنا يهمني إن كل الجوانب تبقى مجيدة وإن كل عمل يبقى جيد من الألف. يعني كنت برضو بتهتمي بإنك تشوفي الشطات بعد ما تتصور؟ لا يعني كأي عمل خاص لكي. أتملي الفنان بيهتم بكل أعماله حتى بأعمال غيره لما يكون هو موجود في نفس العمل. بتبقى برضو مسؤولية، ما في شك أن يهمني العمل يبقى ناجح ككل. يا بيه يا بيه يا بيه، الست صغيرة بلت نفسي. يا سلام يا منال، ليه كده بس؟ هو ده وقته؟ أنت مرات حامد؟ أيه. طب خد البنت المامتها تغير لها، لازم أستنى عربية المدرسة بسرعة وحياتك. شقة 6 دور الرابع. أنا عاوز أطلع في الأسانسير. الأوضة دي؟ تعال تعال تعال، ما تخافيش تعال. يما يا لهوي يا لهوي، مش تدوسي على الزرار؟ ودوس على الزر اللي بقى من نور ولا اهو. دوسي على الزرار علشان يطلع فوق. زر. انت اسمك ايه؟ فتحية. شيليني يا فتحية. ياري انت عمرك ما ركبش اسانسير. عمري. دوسي كده. يا حسين يا حسين، وقف وقف. وصلنا وصلنا يا ما انت كريم يا رب. تيجي نلعب في الاسانسير وما نروحش المدرسه؟ يا حسين نسيتيني من الخط، هو بيتكم فين؟ هنا. عيان يا بلبيان، دوسي على الزر. زر حسياني، هو كل حتة هلاقي زر قدامي اهو. ايه تسمع الزر وامرنا لله. منال في ايه؟ عدم المؤاخذة يا ست هاني، اصلها بلت نفسها. متشكرة اوي. وانت مين؟ انا عروسة حامد. اسمها فتحية وبتخاف من الاسانسير وما بتعرفش تدوس على الزراير. مبروك، يبارك فيك. طب تعالي معايا فتحية. ايه استفدتي من تجربة الاخراج؟ لا طبعا، يعني انا شوف انا وقتي دايما ضيق، وبعدين مسؤولياتي شلتها من صغري. كانت مسؤوليات ضخمه وكبيره عليا. بس نقول المسؤوليات دي وانك تحملتي مسؤولياتك في الفن من صغرك، النهارده بتحسي انك انت في المشوار ده عندك حصيله؟ عندي تجربه وعندي فكره كبيره وعندي حصيله زي ما بتقول جامده قوي. اصبحت كل حاجه ما فيهاش اي صعوبه عليا، في ثواني بقدر احلها او افكر فيها. وتملي انا يعني مخ رياضي، قبل اي مشروع اعمله بجتمع بزملائي او الفنيين، بنناقش المشروع وبنتكلم فيه من كل وجهات النظر. يعني باخد راي الناس زي ما بعرض رايي. الحقيقه ما بتشبهش ابدا برايي، لكن بعتز برايي. بس بيكون لك رؤيه ضروري يعني. طبعا بيكون لك رؤيه. طب نتكلم عن الاخراج برضه، يعني تجربه الاخراج دي من التجارب اللي مريتي بيها في مشوار الفن. يعني هي نقول انه ممارستك لها هي اللي خلاتك ما تقبليش عليها تاني؟ لا طبعا خلتني ما اقبلش عليها تاني. الاخراج عاوز مصابره وعاوز جهد وعاوز وقت وعاوز عضلات ويعني مسؤوليه فوق واعصاب. وانا بقى شايفه نفسي قلت حرام ابقى ورا الكاميرا.
ليه أنا لسه قدامي وقت طويل أبقى قدام الكاميرا؟ لسه أنا ما مش ناقصني حاجة غير إني أنا مش لاقي وقت. فإزاي أنا لما مش لاقي وقت أقوم كمان أحط على أعبائي مهمة الإخراج اللي هي أثقل وأتعب وأوحش مهمة بالنسبة للست؟ أنا بكلمش الراجل يمكن يشوفها كهواية وبقت شغلته ومسؤوليته، إنما أنا مش هواية الإخراج. أخرجت وكانت المرة الأولى والأخيرة عشان أنا اتحطيت في مأزق. كان المخرج المفروض يخرج الرواية ما كانش موجود وانشغل، تعقدت مع الفنيين، اتزنقت، أصبحت في وقت لازم أنفذه، وأنا عندي فكرة، جبت مساعدين كويسين معايا وابتديت أنفذ العملية، وكانت عملية شاقة بالنسبة لي. خليتك حرمتك وحرمت طبعاً وجريت. يمكن بعد ماجدة ما دخلت تجربة التلفزيون كتجربة تعملها كل سنتين مرة أو كل ثلاث سنين مرة، ده ما نخليهاش أنها تقرب شوية من ميدان آخر برضو من ميدان الفن اللي هو المسرح؟ لا الحقيقة أنت يعني زي ما قلت لك هو الوقت بالنسبة لي صعب لأني مش لاقياه. المسرح برضو عاوز جهد، يمكن أدي اللي بعمله كمان مرتين ووقت، وفين الجهد والوقت اللي حقدر أديه للمسرح؟ يضاف إليه أنا أحب أتفرج على المسرح بس ما أحبش أشتغل فيه. يعني هتظلي مشاهدة للمسرح؟ مشاهدة، إنما مش واحدة منه. لا مش واحدة منه، لأن أولا أنا مش غاوية أكون على المسرح، مش هوايتي الأساسية. ثانيا وقتي مجهود مش هقدر اديه. يعني انت تفضلي انك الوقت اللي يكون عندك تأدي فيه او تشتركي فيه في فيلم عن انك طبعا انا افضل الفيلم هو اوسع انتشارا، وبالنسبه لي بيرضي هوايتي الفنيه وبيديني كل متطلباتي وكل اللي انا عاوزاه في حدود كمان وقتي. يعني ممكن أأجل الرواية، ممكن أعملها الشهر الجاي، ممكن أخد بعد شهرين ثلاثة. المسرح بيبقى له وقت محدد، لا أقدر أأجله من الساعة كذا للساعة كذا، ولا أقدر أعيا كمان. حياة الفن والسينما أتاحت فرصة للفنانة ماجدة أنها تعايش نماذج إنسانية عديدة من خلال الأدوار اللي عملتها في كل الشاشة. معايشة النماذج دي في خلت عندك يعني انك في نماذج انسانية معينة تبقى قريبة منك اكتر، تبقى قريبة منك مثلا البنت الفلاحة، تبقى قريبة منك التلميذة، قريبة منك الفقيرة. يعني دي في نماذج بتحس انك متعاطفة، وانك لما بتبقى في موضوع سينمائي بتبقى قريبة منك وتلاقي ايدك رايحة على الموضوع ده. هو الحقيقة طبعا النماذج الانسانية بتشد الانسان اكتر من اي نموذج آخر. أنت فكرتيني بكلامك ده في فترة سفر اليونان، كنت في مهرجان سالونيك، شفت صور بقى. مهرجان سالونيك ده يبعد عن اليونان حوالي 700-800 كيلو، يعني ببين لك أن الأرض قريبة من بعضها ودايرة واحدة. تصور أنا التقيت ب أصحابي كانوا معايا في البومباستور هنا في القاهرة، لقيتهم في سالونيك. لا أتصور إن أنا ممكن شوف إحنا على بعد إيه وفي سنة إيه ألاقيهم وأنا فين وهم فين، وألتقي بيهم في مهرجان أنا رايحة، ولاقي إن جوزها بيشتغل في إدارة المهرجان، وطبعا انبسطوا قوي لما لقوني وخدوني عندهم وعزموني. فلقيت نموذج جارة من جارتهم ساكنة في نفس المبنى اللي هم فيه، والجارة دي مشلولة، وحست ان انا موجودة عندهم وانا من مصر. فجت بحالة يعني انا ما قدرتش اتصور المنظر اللي انا شفته، وابتدت تعيط وتحضني وتبوسني. هزتني جريجية عاشت في اسكندرية وعاشت في القاهرة، بس كانت بتبوس مصر من خلالي، كانت بتطبطب علي وتعيط وتمسك شعري وإيدي، حست إن هي بتلمس كل حتة وكل متر في شارع مصر، ومن خلال بتشوفني أنا بتشوف كل حاجة في تاريخها وماضيها. فالمنظر ده هزني قوي، وهي في حالتها كده. فقد كده الناس كانت مشتاقة قوي إنك تشوف مصر، فبتلاقي أي مصري طبعا، وأنا بالنسبة لهم
كصديقة وما كنتش أي مصري، فالحقيقة أنا اتهزيت برضو من المنظر ده. ممكن أشوفه في مشهد في سينما، ممكن المنظر اللي شفته ده أما أكون بعمل أي موضوع وأديني شفت المنظر ده قدامي أو أتخيله النموذج ده ينط قدامي، النموذج ده أشوفه اتصرف إزاي وعمل إيه، فأنا شفته وحسيته. يعني أحيانا يعني بتصادفي نماذج في في واقع الحياة تلاقي نفسك بتنقليها للسينما وانتي يعني ما بتنسيهاشي. مش أنا أشوف، أنا شفت عملت المراهقات، كان في مشهد طبعا أنت فاكره، الهستيريا اللي عملتها، الهستيريا دي عشان أعملها وأديها على الشاشة. طبعا أنا درست حالة الجنان وحالة الهستيريا، وكان معايا دكاترة ورحت مستشفيات وشفت الحالة دي قدامي على واحدة عزيزة عليا جدا، والواحدة دي قريبة مني وقريبتي، جالها نيرفاس بريك داون وأنا كنت موجودة، نفس الحالة اللي أنا أديتها أنا شفتها، وبعديها بشهرين أديت الفيلم وأديت نفس الحالة، لدرجة إن أنا عييت بعديها، قعدت أسبوعين راقدة من كتر ما أعصابي اتشدت. لأن الفرق بين الهستيريا والجنان شعرة، الهستيريا الجنان أنت ممكن بتضحك على المأساة من خلال المجنون، ورغم أني هو في مأساة بس غصبا عنك بتضحك عليه. الهستيريا ما تقدرش تضحك عليها، بتشدك وبتوقفك مطرحك وبتخليك تنفعل معاها، هستيريا مش ممكن تضحك عليها. فإزاي أنا أعمل هستيريا اللي هي نوع من الجنان من غير ما أي حد يضحك؟ بالعكس الناس تبكي، انك وانك تبقي مسيطره على الناس وابقى مسيطره على عواطفهم يعني. وده كان صعب طبعا، ده تعبك يعني يوم تصوير هذا المشهد تعبك نفسيا يعني؟ حسيت انك بعدها مجهده وانك عملتي شيء صعب جدا؟ طبعا انا فاكره المشهد ده بعد ما اديته. كان المخرج احمد زيادين قاعد يطبطب عليا لاني قعدت اعيط اعيط اعيط، ما قدرتش اسكت. بعد كده جاتني حاله حياه جامده، وبعدين وقف الشغل، وبعدين لازم كان يكمل تاني يوم بنفس الاسلوب ونفس الاداء ونفس الطريقه، وكان عليا ان اعمله في 3 ايام واكون ماسكه الشعره دي لمده 3 ايام. ده يبقى صعب قوي، 3 ايام صعب قوي انك انت تستعيدي فيهم نفس الانفعال، ويمكن الانفعال اللي بيضايقك شخصيا يعني. وبعدين اللي الناس بتشوفه على الشاشه لمده دقيقه او ثواني أو دقيقتين، ده بيقعد يومين وثلاثة وأربعة نأديه على الشاشة بنفس الطريقة بنفس الأداء، على إنه ما يبانش فرق إن ده في يوم وده في يوم، فمحدش بيحسه طبعا. بس أنا بقول إن الناس بتحسه أحيانا، الناس بتخرج من فيلم متأثرة بلحظة معينة معاه، لحظة صدق كده في الفيلم، مثلا زي المشهد ده. قطعا الجماهير اللي شافت فيلم المراهقات خرجت وهي متأثرة وحاسة بالمجهود اللي اعتصرت فيه في تصويرك للقطة دي. المراهقات لما عرض في التلفزيون اتشال منه مشاهد صعبة جدا، والمسؤولين في التلفزيون يعني استأذنوني في شيل المشاهد اللي هي قطع شريان، قالوا لي عشان الجمهور البيت اللي قاعد يتفرج في البيت والطلبة والطالبات والأطفال يمكن ما يستحملوش ده بس. فيعني أنا فاكرة قوي أثناء عرض الفيلم لما عربيات الإسعاف جت أغمى على هند رستم، كانت متفرجة من دول، في مسؤول كبير شالو متشنج وجابوا عربية، يعني شخصيات معروفة ده كله بيبدي وشخصيات بيبدي فنية أغمى عليهم وهما بيتفرجوا على الفيلم. أنت بتحبيه مش كده؟ قوي يا جدو، قوي بحبه. لكن لسه هو ما حبكيش؟ لا يا جدو، لا، ده حبيني قوي، حبيني قوي والله. يا بنتي اللي يحب إنسان يخاف عليه. ده بي في الآخر تحس إنك أنت عملتي شيء، إنه إن الناس دي تأثرت وحصل، ده جزء من نجاح الفيلم؟ لا، ما في شك ده جزء من نجاح الفنان والفيلم، من نجاحه في أدائه وإنه إزاي قدر يوصله للناس ودخل قلبهم بصدق، لأنه هو عمله بصدق وحسه، فاللي طالع من القلب بيدخل القلب. فتأكد إن ده نجاح العمل الضخم الكبير اللي أثر على الناس بالطريقة دي. أنا فاكرة كمان في جميلة أبو حريد حصل نفس اللي حصل في المراهقات، بس حصل في روسيا
يعني رد الفعل كان في روسيا ما كانش في لا كان في مصر، بس بقول لك يعني ممكن يبقى في مصر طبيعي ان عندنا المشاعر قد كده حساسه اكتر يمكن في البلاد العربيه اكتر من اوروبا او اكتر من اي بلاد اخرى. لما يحصل في روسيا يعني البلاد الناشفة القوية اللي بتحتمل حرب جامدة وعاشت في حروب طول حياتها، وبعدين ينفعلوا الانفعال ده ويغمى عليهم، وبعض الشخصيات المعروفة اللي كانت في الحفلة ما يقدروش يحتملوا منظر تعذيب جميلة فأغمى عليهم وتشنجوا وشالوهم من الحفلة، برضو كان له تأثير ضخم جدا. يعني قطعا ده بيقابل برضو أو بيبقى تعبير صادق عن إحساس الناس بجهد الفنان الصادق، لأنك أنت قطعا تعبتي جدا وأنت بتصوري هذه المشاهد، فبالتالي جه تأثيرها ده على الناس. تعبت جدا فقدرت أوصله فالناس صدقته وصل لهم، المهم بيوصل لهم بصدق وحسن. يعني أنت قلتي هذه الحقيقة إنه الشيء الصادق بيوصل للناس بصدق، يعني إذا نوفر الصدق. وحتى المؤتمر النسائي الدولي في روسيا ادوني أكبر شهادة لأول فيلم مس على الشاشة، وكان له التأثير القوي على الرأي العام وقدر يؤدي المطلوب منه من خلال بطلة الفيلم. برضو احنا بننتظر من بطلة الفيلم أو بطلة أفلامنا العربية فيلم يأخذ بإيد المرأة العربية في هذه المرحلة، يعني فيلم يغوص إلى في مشكلة المرأة. يمكن لحد النهاردة المرأة العربية والمصرية بتحس بغربة في النساء اللي بتشوفهم على الشاشة، ما بتحسش ان هي المرأة دي. انا بقول ان ماجدة لما تحط في خطتها الفنية هذا الهدف قطعا هي قادرة على تحقيقه. انت عاوز تقول ان المرأة العربية او الشرقية ما خدتش لسه مكانتها في المساواة بينها وبين الرجل؟ ده يمكن يكون في العالم مهما وصلت إلى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، أنا في رأيي فلن تأخذ مكانها أو مكان الرجل في المساواة اللي هو 100%. ممكن تلاقيها في روسيا، حتى في أوروبا لسه، حتى في الشرق لسه أخذنا يعني أماكن أو أخذنا مكاسب قيادية وأخذنا أماكن كبيرة وقدرنا نقف في وقدرنا ندير يعني قطاعات يمكن المرأة دارتها، إنما بقت وزيرة وممكن تبقى سفيرة وممكن تبقى رئيسة وزارة، لكن برضو في البيت فهي المرأة وهو الرجل. ما فيش فايدة في البيت إن الممكن الزوج يبص للمرأة بالمساواة الفعلية أبدا مهما كانت لها مركز قيادي. بهذه الرؤية ماجدة تستطيع أن تقدم عمل فني يقول ده. وانت عارف برضو أن لما المرأة بتاخد مكانة قيادية أن بيثبت أن هي قديرة وجديرة بهذه المكانة، وأنها بتقوم يمكن بأعباء وبحمل يمكن أكتر من رجل، وبتكون جدية أكتر من رجل، لأنها بتكون أم وبتكون زوجة وبتكون في مركز قيادي وبتكون مسؤولة وبتكون حاجات كتير في وقت واحد، ولو ان ده مش لصالحك برضو. انا مصر على ان ماجدة قديرة او قادرة على انها تحقق هذه الرؤية وهذا الرأي بفيلم ممكن يكون كل جمهوره نساء. لا انا يعني احب اقول لك ان انا بعمل فيلم تقريبا بيحقق اللي حضرتك بتقوله من خلال موضوع وطني اجتماعي في قصة حب حلوة، ومن خلال كل الشخصيات دي ومن خلال الأحداث بنقدر نبرز مجهود المرأة. احنا في انتظار الفيلم ده وفي انتظار دائما نشاط ماجدة وأفلام ماجدة اللي بتنتظرها الجماهير العربية دائما. ألف شكر. جميلة هتفضل عايشة في قلوبنا للأبد، شجعها.